السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة والغفران إلى شهدائنا الأبرار. في مشاركتي في هذه المناسبة حبيت أضيف 5 نقاط إلى الأمور التي طرحت. سوف أتناول أول نقطة، موضوع أن في كل تاريخ البحرين السياسي لم يقم أي حاكم من حكام آل خليفة بإعدام أي أحد من المعتقلين السياسيين. أكثر جريمة كانت بنفي المعتقلين في الخمسينيات، لأن في العصر الحديث وقبل 20 سنة في أبريل عام 1996 قام هذا النظام، وأفراد هذا النظام هم من كانوا يحكمون في تلك الفترة بالإقدام على مثل جريمة الإعدام، وقاموا بقتل الشهيد عيسى قنبر. من بعد قتل الشهيد استمرت ثورة انتفاضة البحرين أكثر من 4 سنوات، فكانت وقود لاستمرار الثورة بفترة طويلة. فكان يعتقد النظام أن بحكم الإعدام سوف يخيف الناس، ومن بعد سنة من انطلاق الثورة، لأن الثورة جددت نفسها وأعطت زخم كبير لها في ما يفوق كما أشرت 4 سنوات. المتوقع من خلال هذا الحكم أن يكون رافد أساسي للحراك الميداني والحراك الثوري في الساحة البحرينية المطالب بحق شعب البحرين في تقرير المصير أن يرفضه هذا الإعدام إلى سنوات طويلة، وبالذات هذا الجريمة هي جريمة مصورة وفي الوعي الشعبي أكثر بكثير مما كانت من الجريمة السابقة. الأمر الآخر أن ولا نظام من الأنظمة العربية التي انطلقت فيها الثورات العربية، إذا استثنينا القتال في اليمن وفي سوريا وأخذنا على سبيل المثال مصر وتونس، لم يقدم أي نظام إلى حد الآن على القيام بجريمة إعدام أي من المعتقلين السياسيين. هناك أحكام قد صدرت بحق العديد من المعتقلين وبالذات في مصر، إلا أن تنفيذها معطل، وبالتالي الكل من هذه الأنظمة يستشعر خطر القيام بمثل هذه الجريمة، وبالتالي يبقي ورقة الإعدام كورقة سياسية على أساس أنه يصل إلى 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 آخر الشوط ولا يقدم على هذه الورقة. بينما نرى نحن في البحرين أن الحاكم الخليفي بمجرد ما تم تثبيت حكم الإعدام من قبل محكمته أو المحكمة التمييز قام خلال ساعات بسيطة لا أعتقد أنها تعدت 72 ساعة وقام بتثبيت الحكم وتنفيذه مباشرة في أقل من أسبوع، وبالتالي لم يعطي أي مجال. قد تظهر هناك أدلة وغير أدلة، يعطى فترة طويلة العادة إلى تنفيذ أي حكم من أحكام الإعدام تبقى إلى سنين. قد تجرى وتستحدث بعض الأدلة التي قد تنقض كل أساس المحكمة، لهذا تعطى هذه المدة، لأن الحاكم في البحرين ولد وافع في اعتقاده، هي قبلية للانتقام من أفراد الشعب، والأمر الآخر لدوافع سياسية من أجل تخويف الناس، وأن رسالة الحاكم هي الرسالة التي دائما ما يتغنى بها الخليفة ضد أبناء الشعب البحريني. كل من يطالب بحق وكل من يخالف القوانين يكون دائما مصيره أننا فتحنا البحرين بالسيف وسوف نحكمها بالسيف. أن اليوم رسالة قتل هؤلاء الأبرياء هي رسالة بليغة من النظام، يريد دائما أن يذكرنا أن القتل والسيف هو الحاكم. الشعب البحريني بالطبع معتاد على تقبل مثل هذه الرسائل. الأمر الثالث اللي حبيت أتطرق إليه في هذا الموضوع هو أمر أن النظام عندما انطلقت الثورة البحرينية في 14 فبراير واستمرت إلى شهر في الميدان، بعدها أتبع بتطبيق قانون الأحكام العرفية وقام بالعديد من الجرائم عندما دخل الجيش السعودي. كانت هذه هي المعالجة الهمجية والأمنية لقمع الحركة. على أثر هذه تم جلب ما يسمى بفريق بسيوني من أجل أن يوضع تصور وتوصيات إلى كيفية التعاطي مع الحراك الميداني، حجمه وشكله وكيفية التعاطي. كانت من أهم توصياتها هي أن لا يقوم بالنظام بمزيد من القتل، لأن القتل يحدث مزيد من تجديد الثورة، فكانت عملية القتل مستمرة
ربما في السنتين الأوليتين أو السنة الأولى بالتحديد، وكانت رافد أساسي في انطلاق الثورة. لهذا وجدنا أن الغرب كان يتمسك بتوصيات باسينو، وكان يلزم النظام بها بأن نستخدم القمع لا يلجأ إلى وسيلة القتل. لهذا رأينا أن القتل قد تراجع كثيرا من بعد توصيات باسيوني من أجل سلب الثورة أحد وقودها الأساسية في الاستمرار، لأننا وجدنا النظام وفي غمرة الجنون. وسوف أطلق لماذا قام النظام بهذه الغمرة من الجنون، وأقدم على أمر مناقض تماما لما يدعو له باسيوني. يعني وجدنا آخر سنتين لم يكن هناك شهيد بالصورة الفظيعة التي نشاهدها من قتل في الشوارع أو قتل داخل السجون، لأن النظام قد أقدم على هذه الجريمة على رغم التوصية الأساسية في هذا التقرير لبقاء حكمه ولبقاء أسلوبه في قمع الثورة، قد أقدم بشكل مناقض ومعاكس. هذا أمر الأمر لكي نتعرف لماذا خالف النظام حتى هذه التوصية الأساسية، كان ينبع من فشله، فإنه الآن الثورة استمرت أكثر من 6 سنوات وقد استخدم كل الوسائل مع كل فئات الشعب. لقد يعني فبرك المسرحيات وزج بالسجون أكثر من 4000 معتقل، وآلاف المعتقلين غيرهم يدخلون السجن ويخرجون، الآن أكثر من 4000 سجين، لأن الثورة وجدناها تتجدد وبالذات في جانب حراكها الثوري، فحكم بمئات السنين على العديد من الشباب. هذا جانب، واتبع أسلوب في عام 2006 بزج كل القيادات السياسية، خلنا نقول أبرز القيادات السياسية التي لها حراك مقاوم كالشيخ علي سلمان و المجلس الإعلامي والعديد من الحركات السياسية، بغيت أن يطبق على كل الحراك في الساحة، لأن الساحة وجدناها تجدد نفسها كطبيعة شعب البحرين لا يستسلم من روحه الحسينية. لهذا وجدنا في بداية السنة ثلة من شبابنا المؤمن من داخل السجن يحطم أسطورة هذا النظام وغروره وشموخه، فمن داخل السجن استطاع أن يفر فشل النظام في ملاحقتهم أو تتبعهم، وبالتالي أصبح النظام في مأزق كبير من هذا العمل البطولي الذي يعكس روح شعب البحرين. حتى من داخل السجون يستطيع أن يجدد الثورة وروحها ودمائها، وأصبح في وضع صعب أمام الرأي العام، وبالذات في الرأي العام الذي يحتضن أفكار النظام في أوساط ما يسميه في البحرين بالبلطجية والمرتزقة. لهذا لكي يهرب إلى الأمام أمام هذه الهزيمة النكراء التي دائما ما يتذرع بها، أقدم على عملية هذا الإجرام لكي يخلط الأوراق ويذر الرماد، وبالتالي يكسب جماهيره التي منيت بهزيمة نفسية كبيرة، وعن طريق الإقدام على مثل هذا العمل. وقد وجدنا كيف هذا العمل أثار الحماس في نفسية مؤيدي النظام. هذا أمر. والأمر الآخر أود أن أتطرق إليه أن النظام عندما أعدم هؤلاء الشباب وكان على غير المتوقع أن يترك جثامينهم إلى أهاليهم ليقوموا بالدفن وتصوير جثامينهم وعرضها على الرأي العام، المتوقع أن النظام كما أقدم سابقا في عملية إعدام الشهيد عيسى قنبر أن يقوم بدفنهم بنفسه ويجبر الأهالي في ليل ظلام ويخفي هذه الجريمة لكي لا تثير الرأي العام، لأن النظام كان متعمدا أن يترك هذه الجثامين أن تصور وأن تنشر للرأي العام لكي يثير في وجداننا، كما أشرت في البداية بأنني أحكمكم بالسيف، فتحتكم بالسيف وأحكمكم بالسيف. هذا جانب مهم، أنه ترك هذه الرسالة لكي تصل إلى أبناء الشعب، وأن النظام بأسلوبه هذا قد برهن بأنه أسوأ حتى من الدواعش. الدواعش عندما تختطف الأبرياء وتختطف المواطنين والأجانب يقومون تحت مسمى بربري بأننا نقوم بقتلهم وإعدامهم. النظام الخليفي عندما وقعت حادثة هلاك المرتزق الإماراتي في مارس من عام 2014 قام بشن حملة قمعية كبيرة على أبناء المواطنين، وقام باختطاف العديد من المواطنين بالذات في المناطق القريبة،
وتعمد أن يكون من هؤلاء المختطفين الذين شلنا عليهم الحملة أن تكون أساميهم ربما للصدفة أن تشابه اسم أستاذ حسن واسم الدكتور جليل السنجيز. فقام بهذا الأمر وعملية، أنا أعتقد أن هي عملية اختطاف لهؤلاء المواطنين من مساكنهم، لم يكونوا لهم علاقة بالجريمة ولا بالحادثة ولكم لكم لهم على الإطلاق. قام بهذا العمل البربري بعملية الاختطاف، ولكن تسمى في عالمنا الحديث بأنها عملية اعتقال لكي نزينها باسم القانون، وإنما هي في الحقيقة عملية اختطاف لهؤلاء المواطنين واستخدام الأسلوب الداعشي في عملية قتلهم. قام بإطلاق الرصاص عليهم بكما يقوم داعش بقتل الأسرى. هؤلاء كانوا هم مختطفين من منازلهم، وقام بقتلهم بدوافع سياسية لكي يستخدمه لكي يرسل هذه الرسائل إلى المعارضة في البحرين. وبالتالي من يقوم بقتل الرهائن هو عمل حقير وعمل دني تقوم به الدواعش. والآن آل خليفة هم في هذا العمل الدني يشبهون تماما آل خليفة. لا علينا من موضوع أنهم قاموا بمحاكمات، ولا هم هؤلاء مواطنين تم اختطافهم من منازلهم وحكم الإعدام. ما تم في منتصف هذه العمليتين هو عملية تمثيلية. وبالتالي علينا أن دائما نكرر إحنا كمعارضة بحرينية أن العمل بربري ويشبه العمل الدواعش. النقطة الأخيرة التي أود أن أشير لها أن ببركة هذه الدماء الطاهرة أن معارضة البحرين وجدناها في هذا المنعطف المهم تتوحد في الحراك وفي المطالب وفي فهم حجم تحدي المرحلة. وبالتالي هذا تطور مهم علينا دائما أن نبني عليه، لأنه نستطيع أن نرد على النظام الخليفي في رسالته السياسية التي حاول من ورائها أن يبعثوا عن طريق الإعدام والسماح بنشر هذه الصور، أنني فتحتكم بالسيف وسوف أحكمكم بالسيف. رسالة المعارضة له في هذا الجانب تتمثل في أمرين. الأمر الأول، كما فاجأنا النظام في إطلاق الثورة يوم 14 فبراير ولم يتوقع أن شعب البحرين أن ينهض بهذا العدد الضخم للنزول للشارع، وكما فاجأناه طوال هذه السنين الستة بالاستمرار في الحراك وفي الثورة على رغم جد كل المرتزقة وكل الخبرات الأمنية وكل ما سمي بسموني وتقاريره من أجل أن يعينه على قمع الشعب، والآن هو لا يستطيع. وكما فاجأنا في بداية هذا العام بأن قاموا مجموعة من السجناء بالتحرر من طغيانه ومن سجونه، أيضا سنفاجأ هذا الظالم بأن رد شعب البحرين على هذه الجريمة يتمثل في الحديث الشريف أن نبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. شعب البحرين سوف يفاجأ هذا الظالم، أنا متأكد. هذه الدماء الزكية التي ثارت سوف تعطي لشعب ذخيرة لشعب البحرين أن يستمر أكثر من 10 سنين، وإن حققوا في القصاص لن يذهب هدر. وأنا متأكد من هذا الجانب أن شعب البحريني سوف يفاجأ النظام مرة أخرى كما فاجأه في المرات السابقة في عملية الاختصاص. هذا جانب. والجانب الآخر، سوف نفاجأ النظام أيضا من خلال هذه الدماء الزكية، لأن واحد من أسس هزيمة النظام هي وحدة المعارضة، وقد وجدناها الآن قد تجلت بشكل كبير ومهم. ونأمل إن شاء الله من كل أخواننا في صفوف المعارضة السياسية والثورية أن نتحد، لأن اليوم التحدي كبير والنظام قد كشر عن أنيابه وبشكل رسمي أن حكمتكم، أنا فتحتكم بالسيف وسوف أحكمكم بالسيف. نسأل الله المغفرة والرضوان إلى شهدائنا الأبرار. السلام عليكم.